هذا ويقدم معرض البحرين للطيران للجمهور والمشاركين عروضا جوية ممتعة ومميزة، لعل من أبرزها العروض التي تقدمها فرق القوات الجوية من مختلف دول العالم. المعرض أيضا يشكل فرصة لتوطيد العلاقات الخليجية والعربية من خلال مشاركة دول مجلس التعاون مدنيا وعسكريا. ها هي أمهات الأعناق تشرئب إلى السماء تترقب موعد تحليقها، وكأنها تقول: ها أنا ذا في معرض البحرين للطيران، قدمت لأثير إعجاب أكثر من 30,000 زائر ممن قطعوا تذاكرهم. وأخرى أيضا تنتظر فرصتها في السماء وتقول: عل هناك صفقة تجارية تظفر بجمالي وبحسن صنعي. معرض البحرين من المعارض المهمة لفريق السكور السعودية نظرا لتواجده في دولة البحرين الشقيقة. أيضا الدعوة مقدمة من القوات الجوية الملكية البحرينية، حريصين دائما على تلبية هذه الدعوات، حريصين دائما على إظهار احترافية الطيار والفن السعودي أمام الجمهور. المعرض شكل فرصة أيضا لتوطيد العلاقات الخليجية من خلال مشاركة دول مجلس التعاون بمختلف خطوطها الجوية. سرني جدا، لا من عدد الطائرات ولا من يعني الحضور الكثيف جدا من المسؤولين في العالم. أصبح الآن الحقيقة منتدى هائل يعني يرى الإنسان ما حقق قطاع الطيران من تقدم. معرض يثبت للجميع تقدم البحرين عالميا على خريطة منظمي معارض الطيران الدولية من خلال استخدام الشركات والقوات الجوية العالمية. ليس النجاح لمن قال ولم يفعل، إن النجاح لهؤلاء الذين ينتمون إليه. ومعرض البحرين الدولي للطيران أبى إلا أن يكون في يومه الأول مبهرا محطا لأنظار العالم كما عرفناه أول مرة. بسام البدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.